يعني الناس في حياتك أربع أنواع. هتلاقي في ناس في حياتك أنت بتحبهم، وناس تانية هم مش بيحبوك، وناس تالتة أنت بتحبهمش، وناس رابعة هم اللي بيحبوك. تفتكر في مجموعة من الناس غير الأربعة دول في حياتك؟ مفيش حاجة تانية. طيب أعمل إيه عشان أبقى في مناعة نفسية كويسة وعندي مرونة نفسية كويسة وصلابة عقلية كويسة وما يبقاش عندي هشاشة نفسية طول الوقت؟ تعمل اللي أنا هقولك عليه ده بالحرف. الناس اللي أنت بتحبهم وهم مش بيحبوك، اتقبل ده. اتقبل إنك اخترت غلط، اتقبل إنك معرفش تختار صح، اتقبل إن اختيارك كان غير موفق. ثم الناس اللي أنت بتحبهم وهم بيحبوك، استمتع بيهم، استمتع معاهم. حد بيحبك ربنا عوضك بيه بعد طفولة فيها إساءة من أهل ما كانوش فاهمين، بعد علاقة ممكن تكون فيها ضرر وربنا عوضك بحد، استمتع بيه. اقعد مع الحد ده وخليك كويس معاه، ما تكررش معاه نفس المساوئ اللي انت عملتها قبل كده. الحاجة التالتة، ناس لا بيحبوك ولا انت بتحبهم، تفاداهم. لا انت هترضى عنك كل الناس ولا انت هترضى عن كل الناس، لا كل الناس هتحبك ولا انت هتحب كل الناس. ولو في يوم من الايام وقفت قدام عمود وخبطت دماغك فيه وسألت نفسك هو ليه ده ما بيحبنيش وليه ده مش راضي عني، طب يا اخي ده سيدنا النبي، في ناس مش مؤمنة بيه، طب ده ربنا اللي خلقك وخلقهم. في ناس بتنكر وجوده، هيجتمعوا عليك انت. الحاجة الاخيرة، ناس انت مش بتحبهم بس هم بيحبوك، تعمل معهم ايه؟ تحترم هذه المشاعر فيهم. يعني ايه تحترمها؟ يعني ما تلاقي حد بيحبك بس انت بتحبوش، بتعلقوش بيك، انت ما بتحبوش، عرفه انك ما بتبدلوش نفس المشاعر.